مرحبا. سيناريو أول الأسبوع رح يتكرر يوم السبت. الريح بتكون خمسينية محملة بالغبرة والبولين، والحرارة بترتفع، وأكيد الريل فيل بيكون أكتر من المعدلات المسجلة. بس مش كتير تنبسطوا بالطقس الحلو، فابتداء من الأحد رح تبلش تتأثر المناطق الشمالية والداخلية بأمطار خفيفة ومتفرقة بسبب منخفض جوي متمركز فوق تركيا. رياح شمالية عم توصل سرعتها لل 54 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة عم تسجل 29 درجة، 21 درجة بالأرز و 32 بحصبية. نسبة الرطوبة على الساحل بتسجل 66%. ومنحذر من التعرض للشمس بشكل مباشر ومن دون وقاية بسبب الارتفاع الكبير بالأشعة فوق البنفسجية. كيف بكمل طقس عطلة نهاية الأسبوع؟ خلينا نشوف سوا. السبت الطقس كتير حلو، الرياح مثل ما قلنا خمسينية، ونسبة الغبرة والبولين فيها مرتفعة، فمنحذر الأشخاص يلي بيعانوا من الربو أو الحساسية بأنهم ينتبهوا. تنخفض الحرارة بشكل كبير وسريع يوم الأحد، والأجواء بتكون غائمة جزئياً، واحتمال تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة بالشمال وبالداخل بسبب منخفض جوي متمركز فوق تركيا ورح يأثر على لبنان. تنين والثلاثة بيبقى الطقس على حاله، الحرارة بتكون مستقرة نوعاً ما، وبقعد تساقط الأمطار الخفيفة والمتفرقة بتمتد كمان على الساحل. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية.